من المخططات التركية إلى نظيرتها القطرية، وعلى هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي بقصر الأمم المتحدة في جنيف، فشلت مجموعة حوثية في إيقاف ندوة تحدثت عن دعم قطر لجماعات الحوثي في اليمن وما يترتب على ذلك الدعم من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في اليمن. المجموعة الداعمة للحوثية تحصل على تمويل قطري، حاولت الهجوم على المشاركين في الندوة التي نظمها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز التدريب ومعلومات حقوق الإنسان، والذين كشفوا فيها بالوثائق عن انتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المواطنين اليمنيين. عاطف سعداوي مدير تحرير مجلة الديمقراطية قال إن الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان يحظى في الوقت الراهن بأعلى درجات التسييس، حيث تم استغلال هذا الخطاب بالأساس لتحقيق أغراض سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ويتجلى ذلك في ادعاء ضرورة المحافظة على حقوق الإرهابيين بغض النظر عن جرائمهم، وهي سمة أصبحت ركيزة أساسية في الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان وتعتبر سقطة كبرى لأنها تنتصر للجاني على حساب الضحية. وهذا ما ينعكس في تقارير المنظمات الحقوقية التي قلما تشير إلى حقوق ضحايا العمليات الإرهابية، فيما تغالي بالتركيز على حقوق الجناه في محاكمة عادلة. الكاتب الصحفي مجدي حلمي عضو الهيئة الاستشارية للمركز يقول إن ربع الدول العربية تعاني من النزاعات المسلحة، موضحا أن أكبر حق منتهك في هذه الدول هو حق الشعب في السيادة على أرضه، وأضاف أن العراق وسوريا نموذج لهذه الحالة، مشيرا إلى أن ما يجري في اليمن فاق الجرائم التي نصت عليها المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف أن انقلاب جماعة الحوثي أدى إلى تدهور حاد في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. وقال أيضا أن أمراض انتهت من العالم عادت للظهور في اليمن مرة أخرى مثل التيفود والكوليرا وحمى الضنك، وقال أيضا أن هذه الأمراض أدت إلى وفاة أكثر من 6000 يمني خلال العام الماضي. وأشار إلى انتهاك جماعة الحوثي للحق في التعليم وتحويل المدارس إلى مخازن للسلاح ونقاط تمركز للميليشيات. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الأستاذ نبيل الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية. نرحب بك أستاذ نبيل، يعني في البداية يعني ما رأيك في هذه فيما يقترفه أو تقترفه تلك الجماعات التي تحصل على الدعم القطري في اجتماعات كتلك في جنيف والتي تتحدث عن حقوق الإنسان وربما تركز فقط على تسييس المعنى الشامل لحقوق الإنسان؟ سعد الله مساءكم ومساء جميع السادة المشاهدين. حقيقة نحن عايشنا كثير من هذه الانتهاكات وهذه الأساليب التي هي انعكاس لمن يمثلونهم في إطار هذه المحافل الدولية، هم يمثلون عصابات إجرامية وبالتالي يمارسون مثل هذه الأعمال البلطجية التي يقومون بها في إطار مبنى الأمم المتحدة، وهو يفترض أنه المقر الرئيسي لمجلس حقوق الإنسان. اليوم في محاولتهم للتهجم على الندوة التي ذكرتموها حاولوا بأساليب متعددة الاشتباك، ولولا تدخل قوات الأمن التابعة للمجلس لكان هؤلاء قد ارتكبوا أعمال شغب كبيرة جدا داخل المجلس. هذا أولا. ثانيا استخدموا أسلوب يعكس هوية هؤلاء، وهو أنهم أرادوا عبر مجموعة منهم تصوير الموجودين من الناشطين اليمنيين الموجودين في القاعة، وحاولوا تصوير الفتيات والشباب لإرسالها للميليشيات في صنعاء، بحيث أنه عندما يعود هؤلاء الناشطون إلى صنعاء يكونون قد استعدوا لاعتقالهم واحتجازهم هناك، بمعنى أنهم لا يمارسون الإرهاب فقط على الأرض اليمنية بل ويمارسونها حتى خارج الأراضي اليمنية. هذه هي أساليبهم وهذا دأبهم، ولقد حدث لكثير من الكتاب والصحفيين والناشطين أنهم عند عودتهم من أماكن أو من دول أخرى بمجرد وصولهم تم اعتقالهم، ومن أمثال هؤلاء الكاتب الجبيحي وهو كاتب صحفي عند عودته إلى صنعاء قاموا باعتقاله بل وحاكموه بمحاكمة صورية مدتها 10 دقائق أصدروا فيها حكما بالإعدام عليه، بل وأيضا تنكيلا له
قاموا باعتقال اثنين من ابنائه، وعندما ساءت حالته في المعتقل وتحت الضغوط الدولية قاموا بالإفراج عنه، لكنهم أصروا على استمرار اعتقال أبنائه الذين ما زالوا موجودين. هم يستخدمون نظام الرهائن، بمعنى أخذ أشخاص كرهائن عن أشخاص نعم. آخرين. أستاذ نبيل، نعم أستاذ نبيل، لا ينكر المجتمع الدولي ما تقوم به جماعة الحوثيين من إضرار بحقوق الإنسان اليمنية وخرق هذه الحقوق، ليس هذا فحسب، بل أن منظمة مثل برنامج الأقضية العالمي في بداية شهر يناير من هذا العام اعترفت وقالت في تقرير دولي ومنشور أن جماعة الحوثيين تسرق المعونات الإنسانية، ربما هم تخطوا أصلا مفهوم حقوق الإنسان بالمعنى الدارج إلى مقومات الحياة الأساسية لدى اليمنيين. لماذا تصر قطر على دعم هذه الجماعة الحوثية؟ قطر هي أصبحت يد أخرى لإيران، قطر جزء من الإرهاب الموجود في المنطقة، قطر تمارس كل ما يمكن أن يكون فيه إقلاق للسكينة العامة في كل دول المنطقة، وبالتالي كل هذه المنظمات التي تعمل في الخارج تحت مسمى حقوق الإنسان وهي تعمل في إطار الأجندة الإيرانية تقوم قطر بتمويلها بمبالغ ضخمة جدا، وهذا أصبح دأب واضح لقطر في الفترات الماضية. نعم الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وهذه المدخلة.